أخبار اليوم. دكتور نبيل رزق، رئيس منظمة الأمم المتحدة للفنون، كل سنة وحضرتك طيب، رمضان كريم. وانت طيبة وكل الناس اللي موجودين هنا في الاحتفالية طبعا كلهم طيبين، وبإذن الله مصر كلها طيبة. النهاردة مرور عام على إصدار جريدة الأخبار المسائي، وفي الاحتفالية الجميلة دي تحب تقول إيه بالمناسبة يا حضرتك؟ هقول طبعا أنا ببقى سعيد جدا في التجمعات، خاصة في رمضان إحنا بنحب يبقى في تجمعات، فما يبقى في تجمعات لمؤسسة ويجتمع فيها صحفيين زي مؤسسة عريقة زي أخبار اليوم، فدي حاجة جميلة جدا إن إحنا حتى الأصدقاء وحتى الزملاء اللي مع بعض في مؤسسة واحدة لما يجتمعوا مع بعض في يوم زي الإفطار أو إن هم على سحور بتبقى بتزود العلاقات أو بتبقى في علاقات حميمة بينهم وبين بعض يعني.